السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقات في المختبر. في حلقات سابقة إن شاء الله هتشوف الرابط أسفل الفيديو برضو هضعه. حاجة على الدبل بولس تيستينج. إيش الدبل بولس تيستينج؟ اللي هو اختبار لبعض المواصفاتات. تمام، هذه المواصفاتات بتيجي بداتا شيت. في بعض الاختبارات اوريدي معمولة هناك ومحطوط بعض الخصائص اللي هي بتشغل عليها، ولكن بعض الأحيان أنت بدك تختبر هذا المواصفات تحت أوضاع مختلفة أو جهود أو تيارات مختلفة، أو حتى تختبر حاجة اسمها الجيت درايفر اللي هي دائرة قيادة هذا المواصفات. هذا المواصفات ممكن يكون مصنوع من السيليكون، ممكن يكون مصنوع من السيليكون كاربايد أو جاليوم أو أي حاجة تانية. وبالتالي هذا التست اللي أنا عملته قبل هيك وشرحته بالتفصيل وكيف إحنا ممكن نعمله عن طريق كت صغيرة زي هيك، وكمان أنا شرحته قبل هيك يعني بشكل سريع جدا ايش هو تركيبة هذه الدائرة بالضبط من الاندكتور للموسفت تبعنا، اللي ممكن طبعا نشيله ونحط موسفتات تانية مختلفة، لبرمجة الاردوينو اللي بدها تطلع ايش الدبل بلس اللي هي بالشكل هذا، عشان في النهاية نخلي هذا الموسفت يكون معرض لجهد معين. نفترض انت الجهد الموجود في الداتا شيت هذا الموسفت بيشتغل على نفترض 800 فولت، لكن انت بدك تختبره على 1000 فولت لانه هو بتحمل 1200، فانت مضطر تعمل هذا التست. تمام، طبعا التيار برضو اللي داخل هذا الموسفت، نفترض انت بدك تختبر قديش بصير لوسز، قديش بصير ضياعات لما يدخل فيه 1 امبير، مش مثلا زي الداتا شيت ما بتقول 5 او 10 امبير، نفترض هذه الافتراضات. او بدك عندك اكثر من ديزاين او اكثر من تصميم للجيت درايفر، بدك تختبر كل واحد قديش كل واحد بيأثر سلبا او ايجابا على قيادة الموسفت. هل في واحدة مثلا بتعمله في بعض الاوسيليشن، هل في واحد بيخلي الرايز تايم والفول تايم اللي هي الترانزيشن تايم كلها اللي هي الانتقال من الصفر الى الواحد او من الواحد الى الصفر سريع او بطيء، كل هذا ايش؟ هذا جزء من اختبار الموسفت. تمام، طبعا انا شرحت قبل هيك اللي هو ايش بيصير بالضبط للموسفت هذا، انه لما نعطيله احنا دبل بلس هنا احنا بندخل جوا هذا الموسفت تيار معين، وبعد ما يوصل تيار معين هنا احنا بنطفي الموسفت، وبعدين ايش بنستنى شويه وبنشغله تاني عشان ايش نحصل على لحظتين. ايش اللحظتين هذولا؟ اللي هم عباره عن التيرن اوف هذه والتيرن اون هذه. هذه الاوف وهذه الاون مكبرات هنا على الشمال. تمام، في هذه الحاله احنا عندنا تيار بيكون عالي وبعدين ينخفض. تمام، وفي عندي انا الجهد في نفس الوقت يرتفع. اثناء انخفاض التيار وارتفاع الجهد بصير في عندنا هنا منطقه تقاطع. هذه المنطقه التقاطع يحدث جوا الموسفت انه يضيع هذه القدره اللي هي انضرب ضرب التيار في الجهد، هذا عباره عن قدره. تمام، يضيعها على شكل حراره. طبعا لو الحراره هذه ارتفعت عن درجه معينه، او حتى الباور كان اعلى من درجه معينه، او حتى صار سبايك هنا، فهذا ممكن يدمر الموسفت. فعشان هيك بيعملوا هذه الاختبارات عشان يفحصوا قديش قدرة الموسفت على تحمل بعض الأشياء أو على الديزاين تبع الجيت درايفر أو غيره. طبعا احنا حسبنا وقلنا في الفيديو السابق كيف احنا نعمل حسابات للباور هذه وبعدين نحولها لإنرجي اللي هي الطاقة. الطاقة هذه كيف احنا نحسبها؟ عن طريق الانتجريشن، وهذا الكلام بصير في التيرن اون، في التيرن اوف والتيرن اون. تمام، لكن اليوم انا مش حعيد طبعا اي حاجة من هذه الحاجات، ولكن هذا الامر الان احنا يعني بفكر ان شاء الله في المستقبل ان نعمله كله بوردة واحدة صغيرة هيك، عشان ايش؟ عشان ينعمل اي تيست بصورة اسرع بدل ما هي كت بالشكل هذا. انا عملته بالشكل هذا كبروتوتايب. تمام، ولكن اليوم الموضوع مش هذا الكلام. الموضوع هو عبارة عن كيف انا اعمل دبل بلس تيست عن طريق برنامج الالتي سبايس. تمام، برنامج الالتي سبايس برنامج محترف وممتاز جدا وكمان مجاني. انا اليوم ان شاء الله بدي اختبر سيليكون موسفت وكمان سيليكون كاربايد موسفت عن طريق برنامج الالتي سبايس. وطبعا انت لو رجعت للفيديو السابق اللي هو بختبر عمليا المكونات هذه، ممكن انت تقارن بعض ايش النتائج. تمام، طبعا النتائج العمليه هتكون مختلفه شويه عن او مختلفه عن النتائج النظريه. ليش؟ لانه هنا احنا بنعتمد على سنسورز. تمام، عشان تاخذ الجهد والتيار، وبالتالي ممكن السنسورات برضو تتدخل في شكل الموجات. تمام، ولكن في الالتي سبايس كل شيء مختلف. فخليني اشارك معكم الملف واشارك معكم
ايش شكل السيميليشن على الالتي سبايس. هذا الفيديو برعاية شركة بي سي بي وي، الشركة الداعمة لاغلب فيديوهاتي على القناة علشان تظهر لك بشكل مجاني. بي سي بي وي بتقوم بتصنيع اللوحات المطبوعة بشكل محترف، خدمة العملاء والتجاوب رائع جدا، وجودة البوردات الواصلة حسب المطلوب. ممكن تطلب البوردة تبعتك بأي لون وبأي شكل انت عايزه، وكمان عندهم خدمة تركيب القطع ايضا بي سي بي اسمبلي لو انت حابب يركبوا لك كل القطع. طبعا اللوحات اللي بتكون اقل من 10 سم في 10 سم بتكون تقريبا تكلفتها $5 فقط. ممكن كمان تتحدث معهم عن طريق هذه الأيقونة علشان تعرف إذا هم بوصلوا للبلد تبعتك ولا لا. هذا هو برنامج ألتي سبايس، وأنا بنصح كتير من الشباب إنه يتعرفوا عليه لأنه كتير مرن، تمام؟ فهذا هو عبارة عن الدائرة اللي قبل شوي فرجيتك إياها بس على الكيت، هي عبارة عن ملف. هذا الملف طبعا ممكن يكون 1 ملي، ممكن يكون أي قيمة تانية، وعلى التوازي معه في عندك أنت ديود، ممكن برضو يكون ديود بطيء أو سريع، ولكن يفضل هنا يكون سريع حتى نركز على إيش، على الموسفيت أكثر. طبعا حطيت المقاومة هذا فقط علشان تسريع السيميليشن. في هنا الباور سبلاي الأساسي 35 فولت، ولكن ممكن أنت تعليه وتغيره زي ما بدك على هوا قديش، على هوا قديش الموسفيت اللي أنت بدك تعمله تيستينج. هل هذا الموسفيت بدك تعمله تيستينج على 35 فولت 1 أمبير، ولا بدك 1000 فولت 20 أمبير؟ حسب يعني وين منطقة التست اللي انت بدك تعتبرها، هي هذه ايش اللي انت تختار فيها ايش قيمة الجهد اللي هنا، تمام؟ طبعا في الجهة هذه شباب هو عبارة عن جيت درايفر، ولكن في السيميوليشن انا مش محتاج انه اعمل دائرة الجيت درايفر هنا، لا خلاص انا بجيب هنا ايش اللي هو عبارة عن مولد موجات. مولد موجات هذا انا ببرمجه، او مش برمجة يعني، بحط القيم تبعته هنا. انا طبعا هنا معتبر انه الموجة اللي هو البلس اللي بتطلع الدبل بلس من سالب 5 الى 20، تمام؟ ممكن تحطها انت من 0 الى 20، من 0 الى 20، تمام؟ ممكن تحطها من 0 الى 18 حسب. انا هنا بستخدم السالب 5 ل 20، تمام؟ طيب هذا بده يطلع لي دبل بلس. الدبل بلس هيتروح على الجيت اللي هنا، هتشغل هذا الترانزستور فترة معينة، التيار هيبدأ يرتفع في هذا الاندكتور، تمام؟ لحد ما يوصل مثلا 1 امبير، بعدها ايش بفصل هذا الترانزستور وبشغله بعد شويه كمان عشان تشتغل مره ثانيه ال 1 امبير تيجي، وبالتالي انا بفحص الترانزستور هذا عند ال 35 فولت 1 امبير، مره على التيرن اون مره على التيرن اوف، بشوف اللوسز. ايش اللي معي اليوم؟ اللي معي اليوم هو عباره عن سيليكون موسفيت، اي سيليكون اي ار اف 1407، هو عباره عن سيليكون. خلينا احنا نشغل ال 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 يعني شوية بس عشان أفرجيك إيش محطوط في الكنترول بانل. هنا سبايس أنا مستخدم موديفايد ترابزوديال and هنا alternative، أوكي أو alternate، فهذه واحدة من السيتينجز اللي أنت ممكن تعملها بس علشان يعني تسرع العملية، أوكي. فبعمل بعدها طبعا هنا simulation، أنا حاطه هنا 70 مايكرو سكند كل simulation، أوكي، والماكسيمم تايم ستيب 1 مايكرو. ممكن هذا تقلل يعني تزودها 10 100 مايكرو، ولكن 1 مايكرو لا بأس فيها لأنه أصلاً السيميليشن هنا سريع، تمام؟ طيب خلينا نعمل رن وأختار إنه الفيرتيكال، تمام؟ وأرجع مرة تانية هنا. إيش اللي أنا عايز أشوفه هنا؟ اللي عايز أشوفه هنا الجهد اللي حول هذا الموسفيت اللي هو من الدرين للسورس. باجي فوق هنا على الدرين وبضلني ضاغط الماوس وبنزل لحد ما تصير هنا سودة بسيب. هذا اسمه الـ VDS، الفولتج بين الدرين والسورس، تمام؟ ايش كمان بدي التيار اللي داخل الموسفيت. التيار باجي هنا على الطرف هنا بالضبط هيك، شايفين صارت هنا ايش موجة تيار، فبضغط اي اجى التيار. ايش رايكم لو انت رجعت للفيديو السابق تبع الدبل بلسس، هتلاقي انه تقريبا الموجات شبه الموجات اللي احنا ايش شايفينها الان، تمام؟ لما انت تطلع هنا في عندنا هنا احنا عملنا تيرن، طبعا بدي انا اعمل هنا انذر بين، اوكي، واروح على البلسز اللي جايه من مين، من هذه، هاي دبل بلس، هاي اول بلسه، هذه اول بلسه وهذه ثاني بلسه. اول بلسه طويله شويه او اطول من الثانيه، ليش؟ لانه اول بلسه انا بدي اخليها اون 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 لحد ما التيار ارتفع لقديش تقريبا 1 امبير، يعني انا مستهدف قيمه ال 1 امبير شباب، تمام؟ وبالتالي انا بخليها اون مش على كيفي زي ما بدي بخليها اطول او اقصر، لا انا بخليها على كيف التيار اللي انا بدي افحص عنده، تمام؟ لما انا عندي يكون 1 ملي هنري هذه الاندكتور، قديش بدي مدة هنا اضلني مشغل الترانزستور هذا على بال ما يصير يمر فيها 1 امبير؟ تقريبا هنا ايش
يعني حسب ما هو واضح هنا تقريبا بدي حوالي 35 مايكرو هنري، تمام سوري مايكرو سكند، اوكي. وبالتالي انا استنيت هذا الوقت عبال ما اجت هنا الواحد امبير، بعدين قفلت الترانزستور وبعدين شغلته بعدها بشويه، ما بطولش كتير، تمام. في اثناء فصلي الى هذا الترانزستور، التيار اللي كان يروح للموسفت صار يروح لمين؟ للديود. وبعدين ايش لما شغله مره تانية هنا صار يروح للموسفت. وبالتالي الواحد امبير شايفين هنا، هنا واحد امبير صارت تيرن اوف، وهنا واحد امبير صارت تيرن اون، تمام. يعني انا فحصت الموسفت او هفحص الموسفت تبعي لما يكون عليه 35 فولت ومارر فيه واحد امبير عند الفصل وعند الوصل، تمام. هذا كل ايش كل الغرض من التست. تعال نشوف الان مين اللي انا عايزها. انا مش عايز اول بلس او او اول اول ايدج اول حافه، انا مش عايز اول حافه ولا اخر حافه، انا عايز التنتين في النص هذول بس. هذه التيرن اوف وهذه التيرن اون، هذه التيرن اوف وهذه التيرن اون. باجي على التيرن اوف بكبر شويه 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 شويه. طبعا طبعا ممكن اخلي، شايفين الصفر تبع الامبير هنا، ممكن اخليه زي هذا تحت مثلا، اقول له هنا سالب مثلا 2 200 اوكي. هي صارت مثلا هنا صفر وهنا صفر، اوكي. وبالتالي التيار هيو قاعد بينزل والجهد قاعد بيطلع، تمام. طب ايش كمان انا بدي؟ انا بدي الضرب الجهد مع التيار. عشان اضرب الجهد والتيار انا ممكن حتى اجي على الموسفت هنا يا شباب، شايفين بحط الت، تمام، بحط الت وبضغط عليه بيجيب لي مقدار الباور. خليني هنا اكبر شويه، بخليها لون تاني مختلف، اوكي احمر نفترض او بينكي، تمام. شايفين؟ اوكي هنا، اوكي شايفين ال 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 البينكي هذا هو عبارة عن التيار، الأخضر هو عبارة عن الجهد. ضرب التيار مع الجهد إيش ماله؟ طلع لي ال المنحنى هذا اللي هو هذا، شايفينه هذا؟ هذا عبارة عن الباور، تمام؟ طبعا ممكن أنا هنا في إكسبريشن الباور في كمان باور الجيت أنا ممكن أشيله، ولكن هخليه حاليا، ولكن الأفضل الأفضل يعني إنه بصراحة الواحد يشيله علشان يكون يعني ادق اكثر بس لجهد التيار والهذا. طيب ايش بدي اعمل؟ هذا عباره عن الباور يا شباب، هذا عباره عن الباور التي تم فقدها اثناء عمليه السويتشنج اللي هو التيرن اوف، تمام. طيب ايش بدي استفيد؟ بعرف الوقت، الوقت تبع هذا الترانزيشن اللي صارت هنا اظني من هنا لحد هنا تقريبا قديش. اطلع لي على هذه المنطقه هنا، على هذه المنطقه اللي هنا بالضبط، تمام. هتلاحظ انه بقول لي المده تقريبا 37 نانو سكند تقريبا للترانزيشن هذه اللي تيرن اوف، 37 نانو سكند، اوكي. طيب 37 نانو سكند قديش الطاقه المفقوده؟ بروح على الاسم تبع الباور اللي هو الازرق هذا، بضغط الت وبضغط عليه مره ثانيه، بقول لي تقريبا 600 نانو جول، تمام 100%. يبقى انا عرفت ايش تفاصيل على قديش تم فقد طاقه في اثناء عمليه سويتش اوف. بروح هنا على الثانيه وبكبرها برضو مرة تانية، بلاقي برضو نفس الاشي في سبايك هنا. قديش المسا قديش المدة اللي اخذت هذا الترانزيشن؟ بقول هي من هنا تقريبا لهنا، بطلع على المدة تقريبا 20 نانو سكند، برضو هنا 20 نانو سكند، تمام. طيب باجي بكبر وبضغط هنا على هذه، بضغط كنترول وبضغط عليها، بقول لي والله 257. طبعا كل الالتسبابس شباب في كتير كيز لازم تستخدمها عشان بتجيب لك حاجات كتيرة، تمام. وبالتالي بده شوية تدريب، ما فيش فيها دورة. 257 نانو جول. طيب يبقى الآن أنا عرفت قديش يتم فقد وقديش سرعته لهذا الموسفت. هذا سيليكون موسفت، هل ممكن أجرب أنا سيليكون كاربايد موسفت؟ خلينا نشوف. طيب يا شباب انت عشان تجيب سيليكون كاربايد موسفت، مش موجود في الالتي سباي سيليكون كاربايد موسفت، ولكن انت ايش هتروح على المواقع اللي تنتج هذا الموسفتات وبتنزل منها لايبرري اسمها التي سبايس لايبرري او موديل لهذا الموسفت. فانا رحت على واحد من المواقع وبحثت عن C2M1170، تمام، هذا واحد من الموسفت اللي هو سيليكون كاربايد، ونزلت اللايبرري تبعته وعرفت كيف انا ادخل اللايبرري جوا مين؟ جوا الالتي سبايس. طبعا حطيتها في ملف في, في 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 مجلد عندي، تمام، هي الامتداد تبعه وهي في الاخر اسمها دوت ليب، تمام. وعن طريق عن طريق هذا الكوماند اللي هنا اللي هنا بتجيب انت بتكتب ايش دوت ليب دوت ليب، وبتحط ايش بين علامتين تنصيص اللي هو ايش الموقع تبع اللابري. طيب تمام، بعدين
جوا هذه الليب انت لو ضغطت عليها بالزر اليمين وبعدين رحت عملت اوبن بقول لك يعني هذا ما لناش دخل فيه ومش لازم نفهمه بتاتا، ولكن على الاقل انا هاخد اسم الكومبوننت، هذا هو اسم العنصر اللي داخل اللابراري هذه، تمام؟ بنسخه وايش بروح هنا وبسميه، بسمي الموصف التبعي باسمه، تمام؟ هذه حركه من الحركات. او ممكن تتعلم انت كيف تنزل الموديل بالشكل تبعه كمان للموصف. المهم بغض النظر عن كيف احنا ننزل، خليني انا احذف الموصف القديم، تمام؟ زي ما احنا شايفين يا شباب هنا الموصف هذا ملوش بس جيت ودرين وسورس، له كمان هنا طرف وطرف هنا، تمام؟ له طرفين اللي هو هذا عشان قياس التمبريتشر اللي هي الحراره، هذه حراره ما داخل الموصفت وهذه حراره سطح الموصفت اللي هو الكيسه، تمام؟ فانا يعني بس علشان اخلي السيميوليشن دقيق انا هعمل حركه صغيره، خليني اول حاجه انقله احطه هنا، تمام؟ تمام؟ واجيب هنا الموسفت اقول له توصل هنا وتوصل تحت هنا بالدرين وهنا بالسورس، وبقول له الموسفت يا سيدي موصل التمبريتشر تبعته ب 25 درجة مئوية، جسم درجة حرارته 25 درجة مئوية، يعني وبحط له عشان يفهم هذا الموديل بحط له زي فولتج سورس، هو لا يعتبر فولتج سورس، هو يعتبر زي معبر عن حرارة، وانا بدي له قيمة 25 درجة، تمام؟ بس هذا كل شيء، تمام؟ وبالتالي الان صار عندي جاهز، بروح هنا بعمل رن مره ثانيه، تمام؟ باجي هنا على اللي فوق بقول له ايش قيمه الجيت اللي هنا اللي تحت، بقول له طبعا بين الدرين والسورس هي مرسومه اوريدي، تمام؟ وبقول له قديش قيمه التيار، باجي هنا وبحط هيك بقول له يلا قديش تقريبا نفس ايش؟ نفس الرسمه بالضبط، ولكن خلينا نشوف ايش؟ خلينا نشوف نحط هنا برضه بعص الت وبضغط على الموسفت بيجيب لي رسمة مين؟ رسمة بحذف هذا كله وبحطه مثلا بينكي، تمام؟ وبروح على الإدج هذه وبشوف ايش بصير بصراحة جوا، لقيت انه والله هذا هو لما هي الموسفت هيو احنا بنعمل له تيرن اوف، هو ايش؟ الفولتج بيطلع فوق والتيار بينزل تحت، تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا قديش طول الترانزيشن، يعني متى بدأت وانتهت؟ تقريبا بدأت من هذه النقطة وانتهت عند تقريبا هذه النقطة، اوكي خلينا نقول يعني بالضبط، يعني خلينا ناخذ افريج، قديش تحت هنا مكتوب؟ طلع لي هنا مرة ثانية، هتلاقي تقريبا 6 نانو سكند، أصغر من اللي قبل، يبقى هذا موسفت أسرع، تمام؟ طيب، في كمان أنا ممكن أروح كده وأروح أعمل، لا لازم أكبر في الأول، بروح على كنترول وبضغط على هذه، بلاحظ إنه 39.6 نانو جول هي أصغر من الأولانية. بروح على الإج الثانية اللي هي هذه اللي هي تيرن اون وبرضه بكبر، تمام؟ زي ما احنا شايفين هذه التيرن اون، تمام؟ وبدأت من هنا تقريبا وانتهت هنا تقريبا قديش؟ 5 نانو سكند، أصغر برضه من اللي قبل، تمام؟ وإيش؟ وبروح هنا على كنترول بضغط على اسم الموجة بقول لي 111 نانو جول، تمام؟ وبالتالي أنا هيك بكون عندي نوع من التوقع لقديش هنا صار في لوسز وهناك قديش صار في لوسز، وبعطي ايش مقارنه بين الاثنين. هذا يعني يعتبر زي يعني تمرين بسيط عشان تستخدم الالتي سبايس، كمان يصير في عندك معلومات اكثر عن الموسفتات هذه وكيف عمليه التستنج. ممكن انت تعمل تستنج لجهود مختلفه، هذا بيتحمل 1200 فولت هذا يعني الموسفت، تمام؟ وبالتالي انت هذا ممكن ترفع لي اياه ل 1000 2000 فولت ويكون ممتاز، تمام؟ فهذه الحاجات اللي انا قاعد بس بشاركها لانه حاجات الواحد بيتعلمها جديد، تمام؟ وبشوفها مهمه، حتى ناس في الشركات بيعتبروا انه ممكن يعمل تيست بسيط زي هذا التيست بس علشان يشوف هذا الموسفت هذا بيخرب معاه ولا لا، هل الجيت درايفر اللي هو صنعه كويس معاه ولا لا، لانه عمليه التيست البسيط هذه الاوليه بتخليك تتفادى شغل عظيم برا، اوكي؟ او بعد هيك، لانه انت نفترض انه الجيت درايفر مع الموسفت اللي شغال عليه بصراحه بصير فيه كثير مشاكل، بيعملش درايفنج اكثر او بطيء، وبالتالي انت يا بتغير الموسفت يا بتحسن في الجيت درايفر وهكذا، تمام؟ انا بس حبيت اشارك معكم الالتي سبايس كيف شغله وكيف بيجيب النتائج هذه، وهذا الموديل هتلاقي ربطه برضه اسفل الفيديو.
وهذا كل شيء يا شباب بالنسبة لحلقة اليوم. أتمنى أنك تستفيد من الملف اللي أعطيتك إياه على الألتسبايس، أو يعني تحاول إيدك تأخذ على الألتسبايس، لأنه بصراحة برنامج كتير مرن، كتير مرن، يعني مع أنه هو بدائي شوية ولكن جدا مرن، لأنه بتيح لك تغير وتعمل اللي أنت عايزه وترسم اللي أنت عايزه كمان، تمام؟ فإذا أنت والله من المحبين للعلم هذا، خلي إيدك تشتغل عليه لأنه برضه مفيد. هذا كل شيء بالنسبة للفيديو هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.